نورنا النهارده المخرج المبدع المتألق دايما محمد حمدي بقابض عبر اليوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكو ومنورينا دايما. محمد اولا بنبارك لك على تكريمك في الفيلم سالم ابو اخته والنجاح اللي انت حققته في الفيلم. كلمنا عن الفيلم. فيلم سالم ابو اخته تجربه الحقيقه جديده على السينما في التوقيت اللي بيحصل ده. الحمد لله احنا بقى لنا 3 اسابيع الفيلم بيتعرض في السينمات، محقق نجاح كبير على المستوى الجماهيري والايرادات، ومحقق نجاح على مستوى النقدي. اتكتب كتابات كويسه قوي ايجابيه جدا عن الفيلم. فيلم تاليف محمد سمير مبروك، انتاج الاستاذ احمد السبكي، بطوله الاستاذ محمد رجب، محمد شقنقيري، حسن عبد الفتاح، حرية فرغالي، ايتن عامر، ريم بارودي، بدرية طلبة، مجموعة كبيرة قوي قوي قوي، مش عايز انسى حد، لانه فعلا الفيلم دوت من يعني بيضم نخبة من نجوم التمثيل الكبار كبار بجد. الشخصيات اللي عملوها بالكامل كلهم انا شايف ان هي شخصيات جديدة عليهم، كل ممثل قدم شخصية ما قدمهاش قبل كده، وده بيبقى من انواع يعني من الحاجات اللي بتحفز قوي الممثل انه يطلع كل اللي عنده. الممثل بيبقى فرحان قوي وسعيد وعنده طاقه لما بيعمل دور ما عملوش قبل كده او ما عملش شبهه، بيبقى يمكن ده يعني اتبروزت قوي في شخصيه سالم في الفيلم اللي بيقوم بيها محمد رجب. لاول مره جمهور رجب بيشوفه بشكل جديد، رجب بيمثل بطبقه صوت مختلفه تماما، لبسه وطريقه كلامه وطريقه حركته، كل دي عناصر انا شايف ان هي كانت عوامل مهمه قوي في نجاح الفيلم وان الناس تصدقه وتقبل عليه. طيب اكيد واجهت صعوبات في ان انت تطلع فيلم في حي شعبي زي الموسكي او حاجه كده، كلمنا عن الصعوبات اللي انت الفيلم من نوع الافلام اللي شويه بيلاقي صعوبات في تحضيره وفي تنفيذه لانه بيدور في اماكن صعبه، في اماكن التصوير فيها صعب، يعني بيدور في عالم شويه صعب قوي، سواء احياء شعبيه او اسواق شعبيه او حارات شعبيه بيعيش فيها ابطال الفيلم. ده خلى التحضير نفسه ياخد وقت، يعني احنا قعدنا مده طويله جدا نشتغل في الفيلم وناجل ميعاد التصوير، خدنا وقت عشان ننزل نعاين، خدنا وقت عشان نختار اماكن، عشان نعمل اتفاقات مع اهالي المناطق اللي بنصور فيها دي ان نصور عندهم ويسمحوا لنا بده. التراخيص نفسها كمان لانه عندنا شخصيات اكتر من شخصيه بتمثل الضباط في الفيلم، فكان لازم السيناريو يتم مراجعته في وزاره الداخليه وتم مراجعته وتم الموافقه عليه. كل دي امور خدت وقت معانا قوي في تحضير الفيلم. شايف الفيلم زي ما تخيلته قبل ما تعمله ولا في حاسس ان في حاجه تقصير فيها كمان؟ الحقيقه يعني ما حدش فينا طبعا وانا بعمل فيلم ما ببقاش قادر اتوقع النجاح او اتوقع هل اللي انا شايفه او عايز اعمله هيوصل للناس بجد وهينجح وهيصدقوه ولا لا. انما راضي تماما عن الفيلم، شايف ان انا عملت اللي انا كنت عايز اعمله. محمد رجب قدم الشخصيه اللي كان نفسه فعلا يقدمها. الكتابه اتطورت طول ما احنا شغالين. محمد سمير مبروك نوع من المؤلفين اللي بيبقى واقف معايا في التصوير بشكل يومي، مش بيكتب السيناريو ويخلصه ويروح يشتغل في فيلم تاني يكتب حاجه تانيه، لا خالص، يعني مؤلف موجود معايا في اللوكيشن طول الوقت، فيوميا في جمل حوار بتضاف، يوميا في حاجات بتطلع تطور الشخصية من خلال المشاهد اللي بنشوفها بعينينا بتتمثل وبتتحول لحاجة حقيقية ملموسة. ده بيساعد المخرج والمؤلف ان هم يطوروا طول الوقت. نرحب معانا بالمؤلف الشاب الممتع دايما في اعماله، يعني النجم محمد سمير مبروك. اهلا وسهلا حبيبي، ربنا يخليك يا رب، شرف ليا ان انا مع حضرتك. انا اسعد دايما ومبارك لك اولا على نجاح فيلم سالم ابو اخته مع الفنان محمد رجب، وكلمنا عن النجاح اللي انت حققته في الفيلم وجات لك من الفيلم. الحمد لله ربنا كرمني في الفيلم على قد مجهودي لان احنا قعدنا اشتغلنا فيه حوالي سنتين. سعيد بالايرادات، احنا دلوقتي الحمد لله عدينا 7 مليون، ويا رب نجاح اكتر لان الفيلم لسه قدامه، هيبقى قدامه لسه شهر تقريبا عقبال ما يتشال من السينمات او شهر ونص، وادعوا لنا بالتوفيق. ايه اللي جذبك للقصه ان انت تتناول فيها قضيه الباعة الجائلة؟ لان هي دي القضيه اللي شاغله الناس دلوقتي، لو نزلت اتمشيت في الشارع سواء في العتبه سواء بره العتبه بقت خلاص دي قضيه كل حد عيني مش لاقي شغل. انا بقول انا اسف اني بقول يا عيني، يعني مش لاقي شغل بيضطر يجيب فرشه يقف يبيع عليها، عايز ياكل بالحلال. فعايزين نقول بدل ما الشخص ده يتخلق منه انسان حرامي، حاولوا تبصوا عليه بعين الشفقه، ما يبقاش فيه توبه ينفعها، نظموا له حياته
هو بيفرش هنا وانت شايف ان ده غلط قول له يفرش فين وقول له الصح ايه. شوف له شغلنا بديلا، نحاول نساعد بعض احسن ما احنا بنضايق بعض. يعني انت طرحت الحل في الفيلم ان هو يشوف شغلانه بديله ولا كان ايه الحل؟ عن لسان البطل قال يا جماعه احنا شغلانتنا دي شغلانه الحلال الحرام. الحلال ان انا باكل في الحلال، الحرام ان بتيجوا تهجموا عليا ياخد الفرشه وطيره كاني ببيع مخدرات. لو وجدوا لنا حل، وده شفناه في مشهد كانوا مستضيفينه في قناه. شايف ان ده مثلا بيبقى فيه اذاعه للناس اللي ساكنه في المنطقه اللي هم فارشين فيها فبيعتبروا ان ده هو؟ لا، الحكايه لو اتقننت، الحكايه لو اتقننت زي بالظبط الميكروباص اللي بيقف على جنب، مش بيوقف الشارع عشان ده مش قانون انه يقف على جنب، لكن لو انت عملت له موقف يقف فيه وقننت له الموقف ده وخليت فيه رئيس للموقف ده ويدفع لك فلوس، ويدفع لك فلوس حق ما انت بتدير له الحكايه دي وتساعده، تبقى انت كده بتساعده وبننظم نفسنا.